رامي، يا رامي هلا انت عاصرت الثوره المصريه بكل تفاصيلها، فاحكي لنا شوي عن الايام الاولى في الثوره. الايام الاولى في الثوره اللي هو بعد 25 يناير 2011 لحد تنحي مبارك اللي هم كانوا 18 يوم على بعض. انا ما شاركتش في اول 3 ايام لاني ما كنتش ناشط سياسي قوي قبليها. انا شاركت مع 28 يناير جمعه الغضب مع اكتر الناس اللي شاركت مع الحشود الكبيره. يعني الايام اللي في الاول كانت حاجه من الخيال، حلم. احسن صوره ممكن تتصور البني ادمين ممكن يعيشوا بيها مع بعض في يوم من الايام في مكان ما، ميدان التحرير كان نموذج لده. ازاي الناس كانت سابت كل حاجه سلبيه في حياتها وكل واحد كان خايف على التاني وكل واحد كان بيفكر ازاي البلد تكون احسن، ازاي كل حاجه تحسن. للاسف ده ما طولش، بس لو هنتكلم بس على الايام دي فهو فعلا كان شيء من الخيال، اتمنى انه يرجع تاني يعني. طيب رامي، بما انكم كنتوا عن جد تخافوا على بعض وكان يعني روح الجماعه تكون كثير كبيره وكانت نسبه الشباب جدا عاليه بميدان تحرير، هلا احنا كنا نسمع وكنا نقرا مرات انه كانوا يقطعوا الانترنت وكان يقطعوا شبكات التواصل عليكم، طيب كيف كنتوا تتواصلوا مع بعض؟ كيف كنتوا يعني تتفقوا انه يلا بدنا ننزل او هلا بدنا نعمل هيك؟ بما انه كانوا قاطعين يعني كل شبكات التواصل. فكره انقطاع الاتصال دي حصلت مره واحده بشكل كبير جدا، وده كان فكره غبيه جدا من الحكومه القديمه في الفتره دي، لان ده كان سبب من نجاح الثوره في بدايتها. في يوم 28 اللي انا ذكرته هم لما قطعوا الاتصال فمفيش موبايلات ومفيش انترنت، فالناس عايزه تفهم ايه اللي بيحصل في الشارع، فبدل ما الناس تقعد على الكنب في البيت وتقعد تتفرج فنزلوا الشارع، فبقى في احداث وزاد العدد فصارت الاحداث. فده كانت البدايه الاولى للفكره دي. لكن في الميدان كان عشان في 200 او 300 الف او 400 ساعات، نص مليون ساعات اكتر في نفس المكان كلهم بيستخدموا الموبايل، فالشبكه دايما كانت بتكون ضعيفه في الاوقات دي. فالتواصل في الميدان، التحرير كان يعتبر زي مدينه مستقله، وفي مستشفى ميداني وفي مكان للاكل وفي ناس بتنظم وفي بوابات فكل حاجه، كل حاجه كانت واضحه والتحرك جوه كان سهل. حتى لما كنت الفتوا المدينه تبعتكم كانت مدينه متكامله تماما، خصوصا في الاسبوع الاخير في ال 18 يوم. طب رامي، جت سؤال طالع من جواي. احنا اليوم 24/3/2016، قبل تقريبا هو قبل 5 سنين صار الموضوع تبع الثوره. الثوره نجحت ولا لا؟ لو جينا نبص لارض الواقع يعني فما فيش تغيير كبير حصل، بالعكس في حاجات ازدادت سوءا كمان. فالطلبات اللي احنا كنا عايزين نطالب بيها في الشارع لسه ما اتحققتش، فلو في الناس هتاخدها من المنطلق ده فيقول لك الثوره لسه ما نجحتش تماما. بس انا شايف ان الثوره نجحت في حاجه تانية كبيره جدا، وهي انها غيرت الجيل تماما. انا واحد من الناس اتغيرت كتير، لو كنت قابلتك من 6 سنين أو 7 سنين فاتوا كنت بفكر بشكل مختلف خالص. دلوقتي انا بفكر بشكل انا شايف انه احسن، وهذا هو المكسب المظبوط، المكسب الكبير. فالجيل اللي شارك في الثوره هو جيل اتغير تماما لنموذج احسن بكتير في التفكير وفي الايمان بالحريات وفي ان المجتمع المفروض يتطور، والناس ما بقتش الناس دلوقتي بقت مهتمه اكتر بالاحداث واللي بيحصل، والجيل الجديد كمان الصغير اللي ما شاركش مختلف تماما بسبب الاحداث اللي حصل. فتعال نقول ان احنا رمينا بذور في الارض عشان مستقبل يكون احسن. هلا رامي، انت حكيت عن نقطه، الجيل اللي هلا اللي عاش بالثوره وعاش بكل تفاصيلها، هو فعليا الثوره كانت نقطه تحول بحياه الشباب اللي موجودين، من شباب حياتهم عاديه بيفكروا ايش اللي بدهم يدرسوه واللي بدهم ياكلوه والانشطه اللي بدهم يعملوها، لشباب الوعي اللي خلينا نحكي السياسي والوطني صار شيء متطلب منهم. فايش تعليقك على هذا الموضوع؟ انا شايف ان دي كانت من احسن واهم الحاجات اللي حصلت في ال5 سنين اللي فاتوا، مش في مصر بس، في المنطقه كلها، لان حتى في البلاد اللي ما حصلت فيها ثورات اتاثروا بده، وده كان حاجه كويسه للشباب. لان احنا في يعني قبل الثوره الناس كلها في تفكيرها في الخروج والنادي والسينما والجيم واللبس والافلام، وما فيش حد كتير كان بيفكر في ايه اللي بيحصل حوالينا سواء جوه البلد او بره البلد، وازاي نخلي بلدنا احسن وازاي نخلي المنطقه كلها احسن. احنا كنا بعيد تماما عن الواقع، كنا معزولين عن الواقع بشكل اوضح. طيب يعني فاللي بيحصل دلوقتي حاجه كانت مهمه جدا، بدايه المستقبل احسن لينا كلنا اظن. اكيد. طيب رامي، هلا زي ما عرفنا انت كنت مع اللجان التفتيش مع للدفاع عن ممتلكات الدوله، هلا من هذا الموضوع بدنا نسال زي ما حكى مغرب بالبدايه انه عن متحف القاهره او المتحف المصري، شو حاب تحكي لنا عن قصتك معه؟
مزيو. هو الاول فكره الحمايه، فالناس اللي كانت موجوده في الشارع بشكل عام، اي حد كان بيحاول يحمي المنشات المهمه زي المتحف المصري او زي اي مبنى مهم فيه، يحميه من المخربين اللي بالثوره. لان الثوره زي ما ليها مميزات كتيره، اكيد اي حاجه بتحصل ليها مميزات وعيوب. فمن العيوب اللي حصلت ان في الانفلات الامني اللي حصل، ففي حراميه وفي طبعاً ناس هجمت وفي مولات اتسرقت وحاجات كتير، فالناس ابتدت تخاف على الممتلكات المهمه، فالشعب ابتدى يأمن، خصوصا لما ما كانش فيه شرطة في الشارع في الفترة الأولى خالص. فأنا كمان كنت بحاول أعمل كده مع الناس يعني. بس المتحف المصري بالأخص يعني هو ليه تجربة شخصية أنا معايا كانت مهمة جدا في حياتي. أنا اتقبض عليا مرتين، منهم مرة في المتحف المصري وما كنتش لوحدي، احنا كنا حوالي 200 واحد، وأنا تم تعذيبي في اليوم ده. واليوم ده كان انا مش الوحيد اللي حصل له كده، وانا في ناس تانية كتير حصل لها اسوأ مني بكتير للأسف. في مصر وخارج مصر وكل مكان في العالم. ومن الحاجات اللي ممكن تخليني لسه بحاول اكمل اللي انا فيه، ان انا نفسي ده ما يحصلش اي حد تاني. انا كنت محظوظ ان انا قدرت اتعامل مع نفسي واقدر اخرج من المأزق ده يعني، لانه ما كانش سهل. في ناس تانية ما قدرتش، وفي ناس تانية قدرت تخرج من حاجات اصعب من اللي انا مريت بيها بكتير. فهو كان يوم مهم جدا في حياتي واثر فيا جدا، واتمنى ان ما حدش تاني يشوفه ان شاء الله. بس